الروايتين اللي قلتهم لكم دول بجد من أخطر الروايات في الإسلام. أنا هجمع لكم على فكرة كل بعد ما نشرح علم الحديث هقول لكم كل الطرق اللي ممكن نصلح بيها الروايات الكثيرة ونقول هذا ليس صحيح منها دي، بس أنا فاكر كل الخطوط اللي قلتها ولسه هقولها عشان تتجمع، وهو ده المعنى العام لكلمة الإصلاح الديني، إن احنا نحط المناهج اللي موجودة في الكتب دي، رواية السيدة عائشة وفي البخاري لكن محدش عمل بيها، وياما السيدة عائشة قالت كلام محدش عمل بيه. الروايتين دول ينجونا من حاجات كتير جدا. بمعنى يا أصدقائي، أي رواية لو هنقول بلاش 9 كلمات يا سيدي، المفروض 9، تطلع عن 3-4 سطور مش من حديث رسول الله، من غير بقى ما تقرأ سند ولا متن ولا أي حاجة. أي رواية تزيد عن 3 سطور 4 سطور مش ممكن تبقى من حديثه. أهو كان يعده العاد ولي، والسرد موضوع كبير قوي شرحته لكم بالقياس سورة البقرة. كان المفروض السرد بتاع الحديث ينقل لأنه كان هيغير عندنا معاني كتير جدا، لكن هنستعيد عنه في كتب الحديث بالمعنى الواضح الصريح من قلة عدد الكلمات الموجزة، وهي اللي لامت السيدة عائشة مش أنا على صحابي جليل كان يسرد الحديث متواصل.